أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز قول بعض الناس بأنه من الصعب أن تدعو مدمن المخدرات، وأنه من النادر أن يتوب الذي ابتلي بذلك؟ لا، هذا كلام باطل. يدعى المسلم المذنب يدعى ولو كان مدمنا للمخدرات، ولو كان مهما كان من المعاصي، فالمسلم يدعى إلى التوبة مهما بلغ ذنبه. حتى الكافر يدعى إلى الإسلام، والمشرك يدعى إلى التوحيد. الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. فإن حصلت النتيجة وهي توبة المخالف هذا هو المطلوب والحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فأنت أبرأت ذمتك وأديت ما عليك، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا تترك الدعوة إلى التوبة، الدعوة إلى الله لا تترك أبدا مهما أمكن ذلك، مع متعاطي المخدرات ومع غيرهم. ولا تقنط من التوبة من رحمة الله عز وجل.